السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الابرار، ومرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير دي زد. اليوم الحصه تاعنا وين البيلورد يعني المدرب الفرنسي وين رشح الجزائر لبلوغ المونديال، وقال وين قال بلي التغيير تاع الكاميروني للمدرب لن يخدم، وين التغيير الكاميرون للمدرب لن يخدمه. حنا ما نحوسوش، حنا عندنا ليكيب تاعنا وما خاصناش اللي يشكرنا وما خاصناش اللي يقول لك تترشحوا، وما خاصناش يعني كل واحد يبقى في بلاده، كل واحد يبقى في بلاده. حنا هذوك المصاروه راهم يطيحونا في البياج، راهم يهضروا عليكم قنوات مصريه صحافه مصريه، راهم يهضروا عليكم من نهار اللي خرجوكم بنقطة من الكاميرون ما مشي يهضروا عليكم. شوف ها ها ما مشي يهضروا عليكم، ما كان لا الجزائر سوف تفترس، لا الجزائر سوف تلتهم، لا منا لا من هيها. وين راهم هاد الناس؟ وين راهم هادو اللي كانوا يهضروا؟ وين راهم؟ مكاش ها راهي مكاش كاع مكاش كاين مكاش. شكون يهضر عليك؟ يهدر للجزائر غير اللي يبغي بلاده. وكنا نقول لكم يا جماعه انتم تكومونتوا له او ش قالوا مصاروه مصاروه خايفين منا هما حتى لا شت النعجمي تبغي النعجمي يبغي يبغي يقيسوا عليها الكبش يقلعوا لها الشعر مكعالتها الصوف يحسنوا لها كاع يخلوها كاع شويه عريان، هما ولاو يديروا لنا كيما هاك وحنا ماشي فايقين. لافريك كامله ولا تشوف فينا. وزاد بالماضي طايح في البياس تاعو في البياس تاعهم، تعجبوا من الاعلام يبغي يسمع الاعلام يبغي يسمع الاعلام ويهضر عليه، ولا داير راسو في الاعلام اكثر من الميدان والتهريج والتهريج، يضرب في جيريكا يضرب ياكل في الحشيش ياكل من ياكل يا تربع هذيك. كونك عاقل وكونك رزين وتبع البارتيه مليح وشوف شتا عندك شتا كاين شتا كاين في وين راه وين راه الخلل، وين راهي نقطة القوة تاع الكاميرون، وين راهي نقطة الضعف تاع الكاميرون. دوزيام ميطو بي تدخل ما بين الميطو والميطو يعني تقلع بها تقلب بارتية تقلبها، ماشي قاعد تبع لي تقول له جام محرز رانا محرز رانا تاكلين عليك مشي تلعب. يا وانت محرز يلعب على الشيما تاعك، محرز يلعب على الشيما تاعك، محرز يلعب على الشيما تاعك، حط شيما ليشان عرف كيفاش 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 تحط الشيما تاعك، المنهج النهج التكتيكي تاعك عرف كيفاش تحطو. يجي محرز رانا تاكلين، انا قلت لكم بلي غادي يولي يبكي، ندوة صعبية يبكي بيها، يولي يبكي الغاشية، ما عندوش الله غالب، هذاك ما هذاك ما ولدت هذاك ما حلبت البقرة. هاجا وقرا عند توفي قريشي هنا، توفي قريشي هذيك خطا قال لهم بلي مكاش اونترينات جزائري ما يخدموش. انت يا توفي قريشي باين تعطي لي ديبلوم محبه ومحنه وكلش، ما انت نسيت بلي التوانسه يروحوا يقراو يزيدوا قرايتهم عند الجزائريين اللي في قطر، انت هذه نسيتها. انت يا قاعد تشكر في التوانسه، كل واحد يشكي على ظهر ابني عمه. هذا توفيق قريشي يشكر في التوانسة على ظهر بني عمه، علاه علاه علاه؟ خاطش التوانسة قاضبين في لاكاف تاع يعطوا لي كارت للمدربين اللي يجوا يقروا مدربين في لافريك، هذيك هي شكر التوانسة برك. هو نسى التوانسة يروحوا يقراوا عن الجزائريين في قطر، نسيتوها، قاع يقراوا عن الجزائريين في قطر إلا ما على بالكمش، قاع يروحوا يقراوا كاين جزائريين ما كيقروا التدريب يروحوا يقراوا عندهم. وتوبي قريشي قرا عنده بالماضي، بغى يخرج الدبلوم تاعو جابوا له الحاج محمد راوراوا كاشالو فيه وطاح، راح كذب قاطر خرجوه من بروميتور في اسيا كاس اسيا، قالوا له غير روح، قالوا له باقي تسيب جماعه يا عبدوك انا لنا روح خويا روح. حنا نعاودو نولو وين رشح الفرنسي في لورد منتخب الجزائري لبلوغ كاس العالم المقبله والتي ستحتضنها قطر. وقال في لورد الذي يعرف جيدا خبايا كرة القدم الجزائرية بحكم تدريبه للأندية يعني اتحاد العاصمة وفريق وفاق ستيف وشبيبة القبائل في وقت سابق،
أن اللاعبين منتخب الجزائر يمرون بفترة جيدة مع أنديتهم قبل أيام قلائل من موعد اللقاء السد، حيث خاصة بالذكر ثنائي سليماني محرز الذي يبهر في ناديه سبورتينغ لشبونة ومانشستر سيتي على التوالي، معتبر أن الاستفاقة الحالية لغالبية لاعبين دوليين من شأنها أن تصب في مصلحة المنتخب الجزائري عشية مواجهة نظيره الكاميروني، حيث قال فيلورد في حوار خاص به للإكيب الفرنسي: أعتقد أن المنتخب الجزائري سيظهر بوجه مغاير في مباراتين السد مقارنة بما شاهدناه في كان الأخير، بالنظر إلى أهمية المباراة التي ستجمعهم بالمنتخب الكاميروني في كأس إفريقيا الأخيرة، سواء تحضيرات وإن أثر على مردود المنتخب في عرس الكروي الإفريقي. تحضيرات في ديسمبر كانت متذبذبة، وأنا شخصيا أعرف ردة فعل اللاعبين الجزائريين الذين سيعملون كل شيء من أجل كسب تأشيرة المرور إلى المونديال المقبل، على اعتبار أن بلوغ كأس العالم سيكون أفضل من التألق في الكاب بالنسبة للجزائريين. قبل أن يضيف مدرب منتخب السوداني السابق: في الوقت الحالي أظن أن الحالة الجيدة التي يمر بها محرز سليماني ستصنع الفرق في مباراتين المقبلتين، أرى الجزائر في مونديال وفي الملعب البليدة جزئيات صغيرة هي التي ستحدد المتأهل إلى كأس العالم. شو أمنوني بالله، أمنوني بالله، وراني هدرتها لكم ونعودها لكم، والله العظيم والله ما راني خايف من الكاميرون في الكاميرون، أي هذه أمنوني بالله، راني خايف من الكاميرون هنا في البليدة، والله العظيم أمنوني شراني نقولكم، ما وشراني نقولكم والله يا الكاميرون ما راني خايف منها في الكاميرون، أيها هذه حاجة في راسي هكاي تقول لي والله ماني خايف من الكاميرون في الكاميرون، راني خايف الديقة هنايا في البليدة، أمنوني بالله راني داير باللي الكاميرون نربحوها ولا نديروا نتيجة إيجابية، هدف لهدف صفر لصفر، ما غاديش نخسروا في الكاميرون، كونكم هانيين ما غاديش نخسروا في الكاميرون، أنا راني خايف هنايا، أي أمنوني والله راني خايف هنا في البليدة، راني خايف حاكا قويميهم باردين الله يحفظ ويستر الله ودعميهم، والله ما حصيت هذه الحياه تاعي، تقول بنادم دخلت ونموت، والله لا قويميهم يبردوا من بدا نهضر على ليكيب ناسيونال، ولم يخفي التقني الفرنسي الخطا الذي وقع به الاتحاد الكاميروني لكره القدم بعد اقاله التقني البرتغالي انطونيو، معتبر ان التغيير الكاميروني لمدرب في الوقت الراهن وقبل ايام قلائل من مواجهة الخوض لن يخدمهما إطلاقا، مؤكد أنه كان يتواجب على القائمين على شؤون الكرة في الكاميرون الاحتفاظ بالمدرب وعلى رأس العارضة الفنية، خاصة بعد إنهاء الأسود غير مروضة في كأس أمم إفريقيا الأخيرة مسابقة في الصنف الثالث، قائلا في هذا الصدد: تغيير منتخب كاميرون لمدربه الرئيسي لن يخدمهم كثيرا، لا أرى أدنى سبب في إقالة المدرب بعد تحقيق مركز الثالث في الكان الأخير، حقيقة كانت دوم كنت دائما أتساءل عن سبب إقالة التقني البرتغالي. يا ودي ناكو نادم كغيب نادم الله العظيم ويجعل كي مارك تهدر تخرج يا ود عمي ما شاء الله مارك سكران مارك كالي الحب تاع الحلو ويجعل كي مارك تهدر تخرج هذه اللي نقولها لك. لأن أونترينار فليشا طالعت أي عندك دبرات شو بالماضي دبرات كي عندك ويسهل إحنا دروك أكتشو لعبة وحنا بروحنا قائمة ما قائمة عليها شوية شوية قائمة جايب لي جايب لي عطال جايب لي بن عيادة وتقول لي باللي بين شغل يدير شغل يدير ها الرب العليها أنا هذي اللي مدوختني وجايب زوج مبليسين في غولي وجايب قديورة شغل يدير إلا ما كان إلا ما كانوش ملاها يوم مبليسين ما كانوش ملاها صاحبي هاو دي هاو هاو دي هاو شبا يقول لك
عندك عقلية تاع بكري يعني نجيبهم بلدي بلك هذا ما زلت عندك عقلية تاع دي ميدي زناب قلبوا دوروا له الساعة دوروا له الساعة وطلعوا له أرقام بالماضي ما زال يتخيل روحه في في 2019 ما زال غادي نجيبهم بالك ما زال أبا نقول لك يا صاحبي عندك